مشاريع كبيره تتفقوا عليها. انا كندعو الجميع يتصل بالروح الرياضيه والتدافع بين الاعضاء جميعا وجميع الفرق ونطفيو ديك الجريد اللي كان شحال هادي ما كاينش مع الرياضه الاغلبيه. حنا الان واحد الفتره ديال الاشتغال ديال الجميع. وأنهي كلمتي بأن مناقشتنا لما يرجع عن الدورة والجلسة الأخرى هو اهتمام بقضايا المواطنين وقضايا الساكنة بالأساس، ولن نتراجع قيد أمولا في اتباع هذه المهام ديالنا بكل روح المسؤولية والقانونية والسياسية والأخلاقية. السيد الرئيس كان كيقولوا الاخوان حنا مصلحه المدينه ثم مصلحه المدينه، حنا جد متشدين التحالف ديالنا وغادي نشوفوا التحالف مابقاش نجاح، حتى حنا نقولوا ماشي نجاح ماشي راكب كما بغا يقول النوع ديالو. اذا السيد الرئيس حنا عندنا مدوده باش نشتغلوا معاك، انا دائما كنقول لك مصلحه المدينه كذا وكنتجلس على مصلحه المدينه كذا والساكنه المدينه كذا، ما كيف محمد الحنامي انا كنشتغل بخفاء ما كنشتغلش بطرق اخرى، انا هذا هو الهدف، انا غادي نجي ونقول هذا البروجيكت مباشره. اذكركم السيد الرئيس بان قطاعات واسعه للمدينه وخصوصا بما نسميه داخل هذه المدينه باحزمه الفقر، الاحزمه المعدومه والمحرومه من عدد كبير من الخدمات. التطهير السائل السيد الرئيس، ونحن نعيش في مدينه طنجه ونتحدث اليوم عن فرحة عالمة بثقة كبيرة أعطيت للمملكة بشرف تنظيم كأس العالم. لا زلنا ونحن نعيش 2023 سيد الرئيس. أحياء بالمدينة لا تتوفر على شبكات للتطهير السعيد، ولا داعي لذكر اسمها لأن هذه الأحياء تكررت مرارا وتكرارا داخل هذه الدورات. اليوم كما تبعتوا معنا دورة مجلس الجماعي لمدينة طنجة لشرش وتنبير 2023، كان فيها في بداية الدورة نقاش سياسي حاد جدا بين مجموعة من المكونات. المعارضة حاولت أنها تحدد موقفها من مجموعة من النقاط، وهذا طبعا كيمنحوا لها النظام الداخلي للمجلس. قراءتنا للنقاش السياسي داخل المدينة حددناه في وجهة واحدة اللي كيغلب عليها طابع الارتجالية اللي كتعيش على إيقاع الأغلبية المسيرة لجماعة طنجة. بالنسبة لنا النقاش اللي كان خصها تنكب عليه هذه الأغلبية هذه هو النقاش المتعلق بالملفات الكبرى والأساسية للساكنة. كنتكلموا على إكراهات كتعيش على إيقاع الساكنة في مجال التزود بالماء والكهرباء، كنتكلموا على إشكالات في مجال التعمير، كنتكلموا على إشكالات في مجال التطهير السائل، كنتكلموا على إشكالات تتعلق بخدمات النظافة، كنتكلموا على إشكالات تتعلق بالسير والجولان، مجموعة من الملفات اللي المفروض أن هذه الأغلبية تنكب عليها. هذه الأغلبية للأسف ارتأت أن تتناسى كل هذه القضايا وتمشي في اتجاه الانتاج بوليميك عميق للأسف، عقيم للأسف، اللي طغى على النقاش السياسي داخل المدينة المتعلق بالمنصب الشاغر للعمدة. فاعتقدنا أن هذه النقطة هي نقطة من المفروض أن الأغلبية تحسمها بكل بساطة، وكان خصها تحسمها هذه مدة طويلة جدا منذ شهور المقعد. في البداية كانت واحد مجموعة ديال نقاط النظام من طرف رؤساء ديال الفرق ديال الأحزاب التحالف، وهنا بناء على تعليمات ديال القيادات الجهوية والاجتماعات اللي دارت على مستوى مع رئيس الحكومة اللي هو أمين العام ديال الأحرار، وكانت توجيهات من مجموعة ديال الأحزاب ديال التحالف على أساس التحالف يكون متماسك. هنايا داروا مجموعة ديال اللقاءات في طنجة وتبين على أساس بالتعليمات ديال الأمناء ديال العام ديالنا على أساس حنا خصنا نستمروا في هذا التحالف. هنايا ربما كاين مجموعة ديال الاختلافات، ولكن ما كنختلفوش على شي حاجة، ولكن كنختلفوا على المصالح ديال المدينة والساكنة ديال طنجة. وفي المداخلة
الاتحاد ديالي قلت دائما رغم التصدعات رغم مجموعه ديال المناوشات هذه سحبه عابره. حنايا كنطلبوا على اساس يكونوا يد واحده من اجل المصلحه العامه. وفحال اللي قالوا الاخوان حنا مقبلين على مجموعه ديال الاحتفالات في مدينه ديال طنجه، وربما طنجه تحضر ان شاء الله بواحد مجموعه ديال المشاريع. ودائما طنجه بالرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصره اللي كتحظى بواحد الاهتمام كبير، وكتعرفوا سيدنا دائما في كيزور مدينه ديال طنجه. السيد الوالي مشكورا السي مهديه كيقوم بواحد مجهود جبار من اجل العمل في الميدان. حنايا خصنا نكونوا في جنب السيد الوالي. كنهنيو صاحب الجلاله على الفوز ديالنا بالمونديال، وهذه الاولى في التاريخ. الحمد لله هذا كاس العالم غادي يعطي واحد الدفعه كبيره لا للرياضه ولا للتجهيزات ولا للمرافق، الحمد لله في اطار الصحوه اللي كتعرفها المملكه المغربيه على جميع المستويات. في الدوره ديال اكتوبر حاولنا اننا اليوم نكونوا يعني صراحه مسؤولين، حاولنا لان كنخرج واحد البلاغ قبل الدوره. ديك الدوره ديك البلاغ سميناه بلاغ هجين ولا مسؤول، لان ممكن شي واحد الاطراف كتدبر يعني الازمه ديال المجلس، وكتشوف انها ترمم الصفوف ديال المجلس بناء على التصريحات اللي عمل الندوه الصحفيه اللي عمل السيد العمده على اساس انه غينفتح المعارضه. اجتمعنا الامس بفوسط الحزب ديال التنمية الاحرار، تفاهمنا على مجموعه الامور اللي كانت ايجابيه، وكنحيي رؤساء الفرق ديال الاحزاب الاخرى اللي كانت في مستوى. اذا به اليوم كنتفاجئوا بواحد البلاغ، هذاك البلاغ كان سميناه لا مسؤول. حنا حاولنا اننا نكونوا يعني حضر ودائما في يعني في مستوى ديال 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 تحمل المسؤوليه في مدينه طنجة. تجمع ديال الاحرار بحال اللي كتعرفوه فريقا كامل متجانس، كذلك اشتغلوا جميع المقاطعات بتجانس تام ويعني في جو اجواء عائليه مع جميع مختلف الفرقاء السياسيين، لان ما بقاش الصراعات الانتخابات تقادت. اليوم كاين واحد المجموعه ديال الاهتمامات ديال السكينه ديال الوعود اللي عطينا السكينه اللي خصها تبلور في ارض الواقع، وهو اللي حاولنا اليوم اننا الميساج نوصلوه للسيد العمده باش يعمل به. اولا يجمع جميع الفرقاء ويوحد بين الفرقاء باش نشوفوا المستقبل بواحد العين ديال الجديه. كما تعلمون ان القطعه كانت مخصصه لمطرح، وبعد من نقل مطرح من القطعه هذه في منطقه اخرى سيتم حفاظا بحال قال الاستاذ سي مرحوم ان المنطقه بنات عندها غازات حفاظا على الساكنه. تم اضافه بعض القطع مجاوره هذه حمايه السكينه، على هذا الشيء سيتم اعاده ادراج هذه النقطه واضافه ديك البقعه الارضيه اللي غتنضاف باش تولي منطقه خضراء، باش ما تكونش السكينه والتجزئه بحال اللي قلتي قرابين مع هذه المنطقه هذه اللي هي خطيره. وكما لاحظتي دابا هي تمشي زياره تما فين كاين الخطر كاين تما السياج، يعني ممنوع الدخول اي واحد.